نلتقي مرة أخرى مع تلاميذ السنوات النهائية في درس آخر من الدروس الموجهة لهم في مادة الفلسفة، ويتعلق درس اليوم بقضية التواصل والوساطة، والذي نتناول فيه بالدرس ضمن عنصر أول في حاجة التواصل الإنساني إلى الوساطة، في نقطة أولى التواصل مدلوله ودواعيه، في نقطة ثانية الوساطة مدلولها ومستوياتها، ونفرعها إلى الوساطة المادية التقنية والوساطة الرمزية، وننظر فيها من جهة شروطها وتجلياتها وأشكالها، ثم من جهة وظيفتها وقيمتها، لنخلص ثالثا إلى التواصل التوسيطي أو الأساس السيميولوجي للتواصل. في مستوى أول التواصل التوسيطي في مستوى العلاقة بالذات، ثم في مستوى العلاقة بالآخر، ثم في مستوى العلاقة بالعالم، لننتهي في لحظة ثانية كبرى إلى بيان حدود الوساطة الرمزية في تأمين التواصل، أولا من جهة الحدود البنيوية، وثانيا من جهة الحدود الإيديولوجية، لننتهي في لحظة ثالثة إلى أزمة الرمز أو تأملات في الرمزي اليوم. إنما يدعونا إلى طرح هذه المسألة، أعني مسألة التواصل والوساطة، هو المفارقة التي نعيشها اليوم، المفارقة بين تنامي أدوات الاتصال من ناحية وتراجع القدرة على التواصل الإنساني من ناحية ثانية، وهو ما يعد علامة على أزمة تعيشها الإنسانية اليوم. وعلى هذا الأساس فيمكن أن نصوغ المشكلة على النحو التالي: إذا كان التواصل الإنساني توسطيا اصطناعيا على خلاف التواصل الحيواني المباشر والطبيعي، ألا يدعون هذا إلى النظر في التواصل من جهة المنزلة التي للوساطة فيه؟ أعني هل الوساطة هي ما يؤمن التواصل، أم هي وفي نفس الآن ما يكاد يعطله وينحرف به إلى غير مقاصده؟ وللنظر في هذا المشكل نبدأ في نقطة أولى ببيان حاجة التواصل الإنساني إلى الوساطة. التواصل على وجه الإطلاق تتعدد ظروبه، من التواصل ما يكون مباشرا ومن التواصل ما يكون توسيطيا. التواصل الحيواني على وجه الحصر هو تواصل مباشر، شروطه آلية ومضامينه طبيعية وأدواته إشارية، في معنى أن للحيوان القدرة على أن يرسل، على أن يتقبل أولا إشارات من محيطه الطبيعي أو من محيطه الحيواني أو حتى من محيطه الإنساني، وفي قدرة الحيوان كذلك أن يستقبل تلك الإشارات ويترجمها إلى ردود أفعال عضوية. إلا أن التواصل الإنساني هو على خلاف التواصل الحيواني، هو تواصل غير مباشر، وعندما نقول أنه غير مباشر يعني أنه من طبيعة توسطية اصطناعية، ونقصد بذلك أن الإنسان هو الذي يوجد الأدوات والوسائط والوسائل التي بها يستطيع التواصل، سواء مع نفسه أو مع محيطه الطبيعي أو مع محيطه الإنساني. ولذلك فالسؤال الذي علينا الإجابة عنه هو السؤال التالي: ما مدلول التواصل وما وجه اقتضائه الوساطة؟ عندما نميز التواصل الإنساني عن التواصل الحيواني فنقول إنه تواصل توسيطي اصطناعي، ما مقصود الوساطة وعلى أي نحو تؤمن الوساطة التواصل؟ لذلك في نقطة أولى علينا بيان معنى التواصل من جهتين، من جهة مدلوله ومن جهة دواعيه. فنستطيع تقديم هذا التعريف، وهو تعريف إجرائي للتواصل، فكأن نقول إن التواصل لقاء بالغير وانفتاح عليه واشتراك معه في إنتاج المعنى والدلالة والقيمة. وفيما يتعلق بدواعي التواصل يمكن أن نقف على داعيين اثنين للتواصل، فدواعيه إما أن تكون دواعي براغماتية وإما أن تكون دواعي وجودية. والمقصود بالدواعي البراغماتية هي مجموع الحاجات الاجتماعية إلى تبادل بضائع وأدوات مع الغير تفرضها ضرورات البقاء، ونقصد بذلك أن ما يدفع الإنسان إلى استدعاء الغير والتواصل معه إنما هو تلك الحاجات الحيوية التي تدفعه إلى أن يشرك الآخر في حياته. ولكن التواصل الإنساني على هذا النحو يكاد يكون تواصلا حيوانيا، ولذلك فالتواصل لا يستكمل إنسانيته متى تعلق الأمر بالإنساني إلا متى كان تواصلا مؤسسا، إلا متى كان تواصلا مبنيا. وعلى هذا النحو يجوز الحديث عن التواصل البين ذاتي، والتواصل البين ذاتي هنا هو حد قبلي للظرف الإنساني، ونعني أن الإنسان موجه على نحو قبلي إلى استدعاء الآخر وإلى أن يعيش مع الآخرين.
إذن إن طرح مسألتي التواصل من جهة مدلوله ومن جهة دواعيه على هذا النحو الذي تقدم هي مسألة صريحة الصلة بمسألة الإنية والغيرية. فالقول إن الإنسان كائن غيري أو كائن يحتاج إلى وجود الغير هو من ضمن معانيه أن الإنسان كائن لا يستقيم له الوجود من جهة معنى وجوده ومن جهة وجوده في ذاته، لا يستقيم هذا الوجود إلا بقدر ما يقيم من علاقاتنا مع الآخرين. وهذا ما دعانا إلى أن نتحدث عن داع وجودي للتواصل، هو كما عبرنا عنه أن التواصل البين ذاته هو حد قبلي للظرف الإنساني. إذن السؤال المطروح الآن هو ما منزلة الوساطة في تأمين التواصل إذا استقر لدينا أن التواصل الإنساني لا يستكمل إنسانيته إلا بقدر ما يوجد من وساطات، وسنعرف فيما بعد ما المقصود بالوساطات. إذن اللحظة الثانية الآن التي علينا النظر فيها تتعلق بمسألة الوساطة بعدما فصلنا القول في التواصل من جهة مدلوله ومن جهة دواعيه. إذن الوساطة كذلك سننظر فيها على جهتين، أولا من جهة مدلولها وثانيا من جهة مستوياتها. فنستطيع تقديم هذا التعريف للوسيط وهو تعريف مستمد من كتاب الفلسفة لسنوات الثالثة أداب كما هو مبين، وهذا التعريف يفيدنا أن الوسيط هو ما يحتل منزلة الوسيلة التي تصلنا بالعالم وبالآخرين أو يكون بمثابة رؤية من خلالها ندرك الأشياء وداخلها ينتظم العالم ويكتسب معنى. ولعل ما يعنينا على نحو مباشر أن كل من اللغة والعلم والفن والدين والفلسفة إنما تمثل بهذا المعنى مجموعة وسائط، ونحن ننظر في الوساطة من هذه الجهة أي من جهة الوسائل التي تصلنا، والتواصل هنا حاضر في هذا التعريف للوسيط، ما تصلنا بذواتنا وما تصلنا بالآخر وما تصلنا بالعالمين. إذن النقطة الأولى سننظر في الوساطة من جهة ما هي وساطة مادية تقنية، وهذه الوساطات مجالها مضاعف إن شئنا. فوساطة الأدوات والتقنية يمكن أن تدخل لكي تصوغ التواصل في مستوى علاقة الإنسان بالإنسان، كما يمكن أن تدخل في تحديد علاقة الإنسان بالطبيعة. ونعني بذلك أن علاقة الإنسان بالإنسان لا تتيسر إلا بتوفير حد أدنى من الوسائط والأدوات التقنية، ويدرج ضمن هذا المستوى من الوساطة حاجة الإنسان إلى النقود، حاجة الإنسان إلى اللباس، حاجة الإنسان إلى ما يركبه من الدواب أو من الآلات وغيرها، حاجة الإنسان إلى تنظيم المدن. إذن كل هذه الوساطات التي بها يتيسر تواصل الإنسان مع غيره إنما تدرج ضمن الصنف الأول من الوساطات وهو الوساطة المادية والتقنية. وهذا الصنف من الوساطات المادية والتقنية إنما يدخل كذلك ليصوغ علاقة الإنسان بالطبيعة، ونشير هنا إلى مجموع الأدوات والتقنيات التي يسيطر بها الإنسان على الطبيعة ويستغلها. ولكن يجب أن نتبين في هذا السياق ونحن نتحدث عن الوساطة المادية التقنية، يجب أن نشير إلى ملاحظة هامة وهي أن كل ضروب الوساطات الخارجية الداخل في علاقة الإنسان بالإنسان والداخل كذلك في علاقة الإنسان بالطبيعة إنما هي وسائط من أجل أغراض عملية لا تنعكس على الذات في شكل دلالات ومعان يفترض أن تعيد الذات على أساسها بناء هويتها وعلمها. بمعنى أن استعمال الإنسان لهذا الجنس من الوساطات الوساطة المادية والتقنية إنما يبقى مجرد استعمال خارجي لا يؤثر تقريبا لا يؤثر بأي وجه من وجوه التأثير على الذات الإنسانية، فلا تنعكس عليه هذه الوساطات فلا تعيد على أساسها صياغة عالمها أو صياغة هويتها. وحينما نمر إلى القسم الثاني أو إلى النقطة الثانية المتعلقة بالنظر في الوساطة الرمزية فإننا سنقف على جنس آخر من الوساطات وهي الوساطات التي تبدو أنها تأخذ أكبر حيز تقريبا من التواصل الإنساني ومن التواصل الإنساني مع الطبيعة. ولذلك آثرنا أن نفصل القول أكثر في هذه الوساطة الرمزية فننظر فيها من جهة شروطها أولا، من جهة تجلياتها وأشكالها ثانيا، ومن جهة وظيفتها وقيمتها ثالثا. بالنسبة إلى شروط الوساطة الرمزية نستطيع الانطلاق من تعريف وظيفي وقيم لفيلسوف إرنست كاسيرير من كتابه مقال في الإنسان، يقول فيه بين الجهاز المستقبل والجهاز المؤثر وهما اللذان يوجدان في كل الأنواع الحيوانية نجد لدى الإنسان حلقة ثالثة هي التي يمكن أن نسميها
الجهاز الرمزي. والمقصود بالجهاز المستقبلي والجهاز المؤثري هما جهازان يوجدان لدى الحيوان ويكونان بائتلافهما ما يسمى في علم البيولوجيا بالدائرة الوظيفية. والمقصود بهذه الدائرة الوظيفية أن للحيوان القدرة، وهي قدرة عضوية أساسا، أن للحيوان القدرة على أن بين ظفرين على أن يستقبل من محيطه الحيواني ومن محيطه الطبيعي وحتى من المحيط الإنساني أن يستقبل إشارات، وهذه الإشارات قد تكون إشارات حركية، قد تكون إشارات ضوئية، قد تكون إشارات بصرية. وفي مستطاع الحيوان وهو يستقبل هذه الإشارات أن، وأقول بين ظفرين هنا، أن يفهمها نحو ما من الفهم. وفهم لها يتمثل في أنه يستجيب لمحتواها وهو محتوى طبيعي عضوي آلي، يستجيب إلى محتواها ويقوم بإصدار مجموعة من ردود الأفعال، مجموعة من الاستثارات. والمتأمل في ما للحيوان من قدرة على أن يلتقط من محيطه مجموعة من الإشارات وعلى أن يقوم بردود أفعال، أي أن يؤثر في تلك الإشارات، إن هذه القدرة يجب أن نفهم الآن أنها قدرة لا معنى لها خارج القدرة البيولوجية التي للحيوان. بمعنى آخر، إن الحيوان مهيئ بمقتضى ما في طبيعة تكوينه العضوي من قوانين، مهيئ إلى أن يحلل على نحو عضوي المضمون الطبيعي لهذه الإشارة أو تلك، وعلى أن يرد الفعل بطريقة تكاد تكون مبرمجة سلفا في النظام العضوي للحيوان. وعلى هذا الأساس فإن عالم الحيوان هو عالم طبيعي من جهة دوافعه، من جهة محتوياته، ومن جهة بين ظفرين غاياته أو نتائجه أو محتوياته. وقد احتجت إلى أن أتوسع قليلا في بيان معنى القول بأن ما نجده لدى الحيوان إنما هو دائرة مغلقة متكونة من الجهاز المستقبل ومن الجهاز المؤثر. إنما دفعنا إلى أن نتوسع قليلا في هذه المسألة هو إرادتنا بيان المسافة الشاسعة التي يقطعها الإنسان عن الحيوان في استقباله لعين الإشارات الطبيعية أو الإنسانية أو الحيوانية. وعلى هذا الأساس فإن للإنسان ما يسميه كسرار هنا جهازا رمزيا، ولذلك إن هذا الجهاز هو جهاز يختص به الإنسان دون الحيوان، ويكون حلقة ثالثة توجد مسافة بين عالم الإنسان من جهة وبين عالم الطبيعة من جهة ثانية. الإنسان نستطيع القول منذ الآن أنه لا يعيش في الطبيعة على نحو مباشر، وإنما هو إذ يلتقط من الطبيعة ومن العالم، سنتبين فيما بعد هل هي إشارات أم رموز أم علامات، إنه إذ يلتقط هذا الدفق الهائل من العلامات والإشارات والرموز إنما يحولها وفق هذا الجهاز الرمزي إلى دلالات، إلى معان، إلى رموز. وكسرار هنا يقول إن هذا الجهاز الرمزي لا معنى له بذاته، وإنما معناه يتحدد من جهة وظيفته. ووظيفة الجهاز الرمزي هي كالتالي: هي الوظيفة العامة للوسطة، أعيد، هي الوظيفة العامة للوساطة التي يبني بها الإنسان كل عوالمه، والقصد من عوالمه عوالم الإدراك وعوالم القول وعوالم المعنى وعوالم الفعل وعوالم الدلالة. إن هذه العوالم بمجموعها التي تكون العالم الإنساني لا إمكان لإحداثها إلا من جهة امتلاك الإنسان لجهاز رمزي يجعله قادرا على القيام بوظيفة نسميها الوظيفة الرمزية ليس في مستطاع الحيوان القيام بها. ولذلك أن التعدي إلى بيان تجليات هذه الوظيفة الرمزية ينقلنا مع كسرار إلى بيان أن الإنسان ما دام قد خرج من العالم المادي الصرف، المقصود بالعالم المادي هنا هو العالم الطبيعي الذي يبدو أنه عالم مباشر وعالم طبيعي من جهة دوافعه ومحتوياته، دونك ما دام الإنسان قد خرج من العالم المادي الصرف فإنه يعيش في عالم رمزي. وما اللغة والأسطورة والفن والدين إلا أجزاء من هذا العالم، فهذه هي الخيوط المتنوعة التي تحاك منها الشبكة الرمزية، أعني النسيج المعقد للتجربة الإنسانية. إذن إن تميز الإنسان بقدرة رمزية لا ينفي تعدد أشكالها وتعدد تجلياتها، بل لعله لا معنى للرمزي أصلا إلا من جهة تعدده ومن جهة قدرته على إنتاج أشكال تكمن قيمتها في تنوعها.
ومن الطبيعي أن تكون تجليات القدرة الرمزية ها هنا تجليات متنوعة، فمغادرة الإنسان للعالم الطبيعي إنما تضعه كما يقول كاسيرير في عالم من الإمكان الخالص، أي تؤسس له لحرية تخول له أن يحرر ردود أفعاله، أن يحرر استجاباته من تلك الآلية ومن تلك الآنية ومن تلك المباشرتية، لكي يفتحها على مجال ثري جدا وواسع جدا من الأفكار والمعاني والدلالات، وبمجموعها يقال عليها رموز. ومن ثم فإن مكونات الشبكة الرمزية ليست نسخا لعالم معطى سلفا، بل هي بنى تمثل تخترق الذات، بنى تمثل بمعنى أن الجهاز الرمزي إنما يمثل الإطار السابق، إنما يمثل الإطار السابق أو الإطار الموجود سلفا لدى الإنسان، والذي يستوعب ضمنه إشارات العالم الخارجي وعلاماته، وعلى أساس هذا الاستقبال في الجهاز الرمزي إنما ينتج الإنسان الدلالة، ينتج المعاني، ينتج الأفكار، وينتج القيم. السؤال الآن هو فيما تتجلى وظيفة هذه القدرة الرمزية وقيمتها؟ يقول بنفينيست في كتاب مسائل في الألسنية العامة من نص مدرج في كتاب السنوات النهائية لشعبة الأداب، إن القدرة الرمزية هي أساس الوظائف المفهومية، ليس التفكير شيئا آخر سوى هذه القدرة على إنشاء تمثلات للأشياء والاشتغال عليها. إن بيان ما للقدرة الرمزية من فضل أو من وظيفة لا يتبين لأن بالوقوف على وظائفها المضاعفة، وهي وظائف ثلاثة تقريبا. أولا الوظيفة المعرفية، ونعني بذلك بناء عالم الموضوعات، فالعالم الإنساني ليس عالما معطى كعالم الحيوان، والمقصود بمعطى هنا أنه يقدم محتوياته للاستقبال على نحو مباشر. العالم الإنساني لا يستقبل عالم الموضوعات وعالم الأشياء كما هو، وإنما هو في اللحظة التي يستقبله فيها إنما يعيد بناءه على نحو ما. ومكونات الجهاز الرمزي التي للإنساني إنما تمثل من هذه الناحية بنى تمثل، والمقصود ببنى تمثل هنا أنها أطر قبلية للفهم، أطر قبلية للتصنيف، أطر قبلية للتنظيم، أطر قبلية للاستيعاب، وكل هذه الوظائف بمجموعها تعني ما قصدناه بقولنا إن الوظيفة المعرفية للقدر الرمزية إنما تتمثل في بناء عالم الموضوعات. وهذه الوظيفة المعرفية تكاد تترادف مع وظيفة أخرى هي الوظيفة الدللية، وإن كانت الوظيفة الدللية أشمل إن شئنا من الوظيفة المعرفية. والمقصود بالوظيفة الدللية ها هنا هو توحيد التجارب الإنسانية ضمن الوحدة الكلية للمعنى. مسألة الوحدة والكثرة ها هنا حاضرة على نحو أكيد وبليغ، فكل تجربة للإنسان فردا كان أو جماعة محكوم عليها بأن تبقى تجربة شديدة الضيق، شديدة الفرادة، شديدة الخصوصية، إن لم يتمكن الإنسان من الارتفاع بها إلى ما أسميناه هاهنا الوحدة الكلية للمعنى أو للدلالة. وليس بمستطاع الإنسان الارتفاع من تجاربه الشخصية الضيقة الحسيرة، ليس بإمكانه الارتفاع عنها إلا بفضل ما له من قدرة رمزية تخول له استيعاب المعطى، وهو معطى طبيعي، استيعابه ضمن بناء الرمز، ومن ثم يفتحه على تعدد من المعاني ومن الدلالة. أما فيما يتعلق بالوظيفة الأنثروبولوجية فيمكن تعيينها كالتالي: الوظيفة الأنثروبولوجية تتمثل في تكوين الهوية، سواء كانت الهوية هوية شخص فرد أم كانت هوية جماعة. وعلى هذا النحو نستطيع القول إن الهوية إن هي إلا عالم رمزي. ماذا نقصد بقولنا إن الهوية عالم رمزي؟ ما الهوية إن لم تكن مجموعة الأفكار؟ ما الهوية إن لم تكن مجموعة قيم؟ ما الهوية إن لم تكن مجموعة ذكريات؟ ما الهوية إن لم تكن مجموعة معان ودلالات؟ ما الهوية إن لم تكن مجموعة مقاصد؟ إن هذه الأفكار والدلالات والمعاني والمقاصد لا وجود لها إلا على جهة التمثل. كاسيرير هنا يحدثنا عن المكان الرمزي في كتابه مقال في الإنسان، يحدثنا عن المكان الرمزي، عن الإنسان الرمزي، عن المستقبل الرمزي. تودروف يحدثنا عن المركز الرمزي، عن الذاكرة الرمزية.
كل ثقافة وكل حضارة وكل شخص في تعريفه لذاته إنما يستند إلى مجموعة أحداث، إنما يستند إلى شخص يعتبره مؤسسا، إلى نص يعتبره مؤسسا، إلى مكان يعتبره مرجعا. ولكن هذا المكان المرجع أو هذا الزمان المرجع أو هذا النص المؤسس ليس له من القوة إلا بقدر حضوره في قوة التمثل. وعلى هذا الأساس ذهبنا إلى القول إن الهوية إن هي إلا عالم رمزي، وذلك هو الوظيفة الأنثروبولوجية للقدرة الرمزية. النقطة الثالثة الآن التي نخلص إليها بعد النقطتين الأوليين تتعلق الآن بالنظر في التواصل التوسيطي، بعدما تبينا التواصل من جهة مدلوله ودواعيه، وبعدما تبينا الوساطة من جهة مدلولها ومستوياتها، نخلص الآن إلى التعرف على هذا التواصل الذي سميناه على أساس المقابلة بين العالم الإنساني والعالم الحيواني، التواصل قلت الذي سميناه التواصل التوسيطي. وكعنوان فرعي لهذه اللحظة نستطيع الحديث عن الأساس السيميولوجي للتواصل. وفي لحظة الأولى نعرف معنى السيميولوجيا، وهو تعريف إجرائي مستمد من كتاب الفلسفة للأداب لسنوات الرابعة. ونص هذا التعريف كالتالي: هو علم يدرس العلامات ومعانيها سواء كانت لسانية أو غير لسانية، ليشمل الحركات والإيماءات والأصوات اللحنية والصور، أي مختلف الإرساليات والوسائط المؤسسة للتواصل الإنساني. من مقاصدها الكشف عن الأنظمة الدلالية الكامنة في مختلف الوسائط الرمزية، لأن الإنسان، وهذا ما يعنينا بدرجة أولى في هذا التعريف، إنما يرى نفسه كما يرى العالم من خلال تلك الرموز، ويعبر عما يراه بواسطة تلك الرموز. وسنتناول ما أسميناه الأساس السيميولوجي للتواصل على ثلاثة محاور. قد يذكر أن التواصل الإنساني هو على خلاف التواصل الحيواني هو حدث اصطناعي، ونعني بحدث اصطناعي أن الإنسان هو من يحدد، هو من يبني، هو من يصوغ وسائطه ومحتواه. إنه حدث من صنع الدلالة وفي سياقها، إذ أن الإنسان هو الذي يبنيه، وفي نفس اللحظة ينبني الإنسان عليه، بمعنى أن الإنسان هو الذي ينتج التواصل رمزيا وينعكس عليه هذا التواصل رمزيا لكي يعيد الإنسان بناء ذاته، بناء إنديته. سؤالنا الآن يتعلق بي: كيف تبني الوساطة الرمزية كل ضروب التواصل الإنساني؟ وقد قلت إننا سننظر في هذا التواصل التوسيطي أو في هذا الأساس السيميولوجي للتواصل، سننظر فيه على ثلاثة أنحاء. النحو الأول وقد أسميناه الوساطة الرمزية في مستوى التواصل مع الذات. يقول أمبرتو إيكو، وهذا القول مستمد من كتاب الفلسفة لسنوات الرابعة أداب، ونصه: لا نتعرف إلى أنفسنا إلا باعتبارنا سيميائية في حركة وأنظمة من مدلولات وعمليات التواصل، والخارطة السيميائية وحدها هي التي تقول لنا من نكون وكيف نفكر. إن الوقوف على هذا التعريف لأمبرتو إيكو يسمح لنا بالقول إن الذاتية ليست إلا مجموعة رموز، وقد سبق أن فصلنا هذا المعنى في الوظيفة الأنثروبولوجية حينما تحدثنا عن الهوية الشخصية أو الهوية الحضرية من جهة ما هي مجموع رموز. إذن قلنا إن الذاتية ليست إلا مجموع رموز، وعبر وساطة تلك الرموز إنما تتمثل تجاربها في شكل دلالات، إنما تحدد غايات ومشاريع في العالم، إنما تحتفظ بفكرتها عن نفسها وبوحدة عالم الدلالة المكون لإنيتها وهويتها. وهذه مسألة هامة جدا، لأنها تدعونا إلى مراجعة مفهوم الإنية، وهو مفهوم سبق التعرض له في محور سالف. إذن ماذا يقصد الواحد منا حين يشير إلى نفسه بقوله أنا؟ إنه في حقيقة الأمر لا يشير إلا إلى مجموعة ذكريات يحتفظ بها، إلى البجر العام لحياته، إنما يشير إلى مقاصده، إنما يشير إلى مجموعة الدلالات والمعاني التي كونها على نحو رمزي انطلاقا من تجاربه التي كانت تجارب عابرة في المكان والزمان. وليس بمستطاع الأناء أن يكون هذا العالم، عالم الأفكار والمعاني والدلالات والذكريات، لولا القدرة الرمزية التي لديه. إذن على هذا المعنى يتبين لنا كيف أن
للوساطة الرمزية القدرة على أن تصوغ عالم الذات وعلى أن تؤمل للذات التواصل مع ذاتها إلى حد نستطيع القول معه إنه لولا هذه القدرة الرمزية التي للإنسان لا استحالت الذات غريبة عما تعيش، غريبة عما عاشت، غريبة عما تريد. إذن ما يحتفظ للذات بوحدة عالم الدلالة كما بينا، ما يحتفظ للذات بوحدة إنيتها إنما هو هذه القدرة الرمزية التي تصوغ المتعددة، تصوغ المتكثرة، تصوغ العابرة في عالم ذهني، في عالم نقول عنه أنه عالم، إنه عالم رمزي. المستوى الثاني الذي ندرس خلاله مسألة التواصل، التواصل التوسيطي، إنما هو في مستوى التواصل مع الآخر. وننطلق في هذه النقطة من قولة لبينفينيست في كتابه مسائل في الألسنية العامة، يقول إن ملكة التمثيل الرمزي هي المنبع المشترك للفكر وللسان وللمجتمع. وقولة أخرى لتودروف تكاد تدعمها، يقول في كتابه فتح أمريكا إن كل علاقة بالآخر هي بالضرورة من طبيعة سيميولوجية، بمعنى أن علاقة الذوات بعضها ببعض، إن علاقة الأنا بالغير، إن علاقة الأنا بالآخرين لا إمكان لها إلا على أساس رمزي. وهذا يدعونا إلى أن نراجع ذلك التفصيل الذي عمدنا إليه في البداية بين التواصل من جهة ما هو تواصل أداتي وبين التواصل من جهة ما هو تواصل وجودي، على نحو يسمح لنا بالقول إن العلاقة بالآخر إنما تقتضي توسطا رمزيا. ومن الناحية السيميولوجية ليست الثقافة أو المجتمع إلا منظومة وسطات رمزية، بمعنى إنما يكون ثقافة ما، إنما يكون مجموعة ما، صحيح ومجموعة من الأدوات، مجموعة من البضائع، مجموعة من المباني، مجموعة من الأدوات، ولكن كذلك هذا النسيج المعقد للحياة البشرية، هذا النسيج المعقد للمجتمع لا سبيل له إلا على نحو رمزي. فالبشر كما يتبادلون بضائع فيما بينهم وسلعا، إنما يتبادلون أفكارا، إنما يتبادلون علامات، إنما يتبادلون كلمات، إنما يتبادلون ذكريات، إنما يتقاسمون مقاصد، إنما تنتظمهم وحدة الدلالة ووحدة المعنى. من أين جاءت وحدة الدلالة هاته ووحدة المعنى لولا هاته القدرة الرمزية على أن يكون البشر فيما بينهم وحدة في مستوى التذكر، وحدة في مستوى القصد والهدف، وحدة في مستوى الإحساس، ووحدة في مستوى الشعور. إذن هاته القدرة الرمزية الموزعة بين ظفرين، واستعيد العبارة هنا من ديكارت، الموزعة بالتساوي بين كافة البشر، هي التي تؤمن لهم هذا المجال الشاسع جدا الذي ينتج عالم الإنسان. بهذا المعنى إذن نعتبر أن الوساطة الرمزية هي ما يكفل، هي ما يضمن التواصل مع الآخر. وبنفس الدرجة نتحدث عن الوساطة الرمزية في تأمينها للتواصل مع العالم. يقول بينفينيس في كتاب في مسائل في الألسنية العامة إن اكتساب اللغة تجربة تسير بمحاذاة تشكل الرمز وإنشاء الموضوع لدى الطفل. إنه يتعلم الأشياء من خلال أسمائها، ويكتشف أن لكل شيء اسما، وأن تعلم الأسماء يمكنه من تدبرها، ولكنه يكتشف أيضا أن له هو ذاته اسما، وأنه من ثم يتواصل مع محيطه. نلاحظ هنا جيدا أن العالم ليس معطى للإنسان، وإنما هو عالم مبني عبر وساطة الأنظمة الرمزية. لولا وساطة الأنظمة الرمزية، لغة كانت أم صورة أم علامة، لولا وساطة هذه الأنظمة الرمزية المقدس كذلك، لبقي العالم غريبا عن الإنسان، ركاما من الأشياء، فوضى من الأحداث، شتاتا من العلامات والإشارات. إنما يوحد هذا العالم، عالم الأحداث وعالم الأشياء وعالم البشر وعالم الوقائع، إنما هو هذه القدرة الرمزية التي تؤمن للإنسان التفكير في العالم، التي تؤمن له تنظيمه، تصنيفه، التمييز، حتى قدرة الإنسان على أن يوجد في الزمن لحظات، قدرته على أن يحدد المواقع، قدرته على أن يسمي الأشياء. إن هاته القدرة الرمزية بمختلف تجلياتها، وهي تجليات متنوعة كما سبق، هي التي إذن تفهمنا الآن إنه لولا هاته القدرة الرمزية المائزة للإنسان لبقي العالم غريبا عن الإنسان، ولبقي الإنسان كذلك غريبا عن عالمه. ولكن
هذا التوغل في بيان ما للوساطة الرمزية من قدرة في تأمين التواصل مع الذات ومع العالم ومع الآخر، ألا يكشف في بعض الوضعيات عن حدود؟ إذن نمر الآن إلى اللحظة الكبرى الثانية في درسنا هذا، ويتعلق بالنظر في حدود الوساطة الرمزية في تأمين التواصل. وننطلق في بيان هذه الحدود من قولة لكاسيرير من كتابه مقال في الإنسان، نصها: لم يعد الإنسان قادرا على أن يواجه الواقع مباشرة، أي لم يعد يستطيع أن يحدق فيه وجها لوجه. وبدلا من أن يعالج الإنسان الأشياء نفسها، نراه بمعنى من المعاني يتحدث دائما إلى نفسه. إن مجموعة هذه المعاني الواردة في قولة كاسيرير تسمح لنا بطرح السؤال التالي: هل الوساطة هي فعلا شرط إمكان كل تواصل؟ أم أن هناك من الوضعيات ما يدعو إلى تنسيب هذا الإقرار؟ فلعل التوغل في بيان ما للوساطة من دور ومن قيمة في تأمين التواصل لعله يكاد يغفلنا عن الوضعيات التي تنقلب فيها الوساطة ضدا على مقاصدها، حينما تصبح الوساطة نفسها هي ما يعطل هذا التواصل. وهذه الحدود يمكن أن نرصدها على مستويين: المستوى الأول هو حدود بنيوية، أو يقول رولان بارت في كتابه دروس: اللغة سلطة تشريعية، اللسان قانونها، فأي لهجة إنما تتعين بما ترغم على قوله أكثر مما تتعين بما تسمح بقوله. هذا الإقرار من رولان بارت يدفعنا إلى طرح السؤال التالي: ألا تحد الأسبقية البنيوية للرمز من إمكانات التواصل؟ ونعني بالأسبقية البنيوية ها هنا أن الإنسان يجد نفسه داخل منظومات رمزية مبنية سلفا، فكلنا يوجد في مجتمع يعلمه ويلقنه لغة ما، طرائق وعادات في التفكير، يجد مقدسا جاهزا. والمقدس وبنية اللغة إنما تتدخل كلها لكي تحد من إمكانات التواصل وفق ما يذهب إليه رولان بارت. وكأن التواصل الذي بين ظفرينا زعمنا أن الوساطات الرمزية هي ما يؤمنه، إنما هو ما يتعطل إذا تبين لنا الآن أن للأنظمة الرمزية أسبقية على الذات، أسبقية على الأنا. الأنظمة الرمزية إذن ليست فقط بناء تمثل ووسطات دلالة، وإنما هي سلطة تهيكل وجود الأفراد والجماعات. إن عالمنا الذهني على هذا النحو ليس من اختيارنا، وإنما هو من عملية بنية الرمز. إننا نعيش في عالم هو من صنع اللغة، إننا نعيش في عالم هو من صنع المقدس. وهذا ما برر لنا الحديث عن حدود بنيوية، والمقصود ببنيوية أنها داخل نظام الرمزية نفسه. أما الجهة الثانية التي تسمح لنا ببيان حدود الأنظمة الرمزية فتتعلق بالتوظيفات الإيديولوجية، ولذلك أسمينا هذا العنصر بحدود إيديولوجية. يقول بيير بورديو: إن السلطة الرمزية لا تعمل عملها إلا إذا اعترف بها، أي إذا لم يؤبه بها كقوة اعتباطية. وفي موضع آخر يقول: السلطة الرمزية وهي سلطة تابعة، شكل من أشكال السلطات الأخرى، خضعت للتحويل، وأعني التجاهل والقلب والتبرير. إن القدرة التي للأنظمة الرمزية إنما تتيح لمن بيدهم السلطة، إنما تتيح لممارسي السلطة إذن أن يفرضوا الهيمنة على الآخرين وأن يحتكروا مجال الدلالة ومجال المعنى. إذن إن الاحتواء الإيديولوجي للأنظمة الرمزية يفقدها صفتها كأنظمة تمعين، ويسلبها وظيفتها كوساطات للتواصل لتغدو مظهرا للاغتراب، حينما تفقد الأنظمة الرمزية قدرتها في إنتاج المعنى والدلالة، وتتحول إلى وسائط لإنتاج الهيمنة وللإحتواء، حينها تكف عن أن تكون مجالات لإنتاج المعنى. هذا التوظيف الإيديولوجي لأنظمة الرمز ألا يدعونا إلى التفكير في الرمز لا من جهة التقنية أو الوظيفة، وإنما من الجهة الإتقية؟ وهذا السؤال إنما يفضي بنا إلى اللحظة الكبرى الثالثة التي عنوانها أزمة الرمز، أو ما عنوانه في صيغة أخرى تأملات في الرمزي اليوم. فالحضارة الحديثة نستطيع تعيينها على النحو التالي: أنها حضارة علمية تقنية في أساسها، أنها حضارة ذهنية، أنها أنتجت ذهنية وضعية، وأنها ذات سياسة نفعية،
أنتجت مجتمعا استهلاكيا ذا بعد واحد وفق عبارة لماركس، ما عاد يترك مسافة للنفي وهي المسافة الضرورية للتمثل. نستطيع القول إن مجتمعنا المعاصر هو مجتمع صار ينتج من الإشارات أكثر مما ينتج من الرموز. حضارتنا هذه التي هي حضارة الصورة إنما لا هي لا تترك مجالا، لا تترك مسافة للغياب، لا تترك مسافة للنفي. والمقصود بمسافة الغياب هنا تلك المسافة التي يقول عنها كاسيرير إنها ضرورية حتى نتمثل، حتى نستحضر، حتى نستعيد الأشياء بعد غيابها. واستعادة الأشياء بعد غيابها هي التي تحولها إلى معان وإلى دلالات. فإذا كنا نعيش حضارة غارقة في المعلومات، غارقة في الصور، غارقة في البضائع، غارقة في السلع، غارقة في الأدوات والتقنيات، ألا يرمينا هذا الغرق في الصورة وهذا الغرق في الإشارة إلى الالتصاق بالواقع المعطى وإلى إمكانية الغياب والذوبان في واقع معطى طبيعي لا يدعون إلا إلى الاستجابة المباشرة لما يدعون إليه؟ إلى ما تدعون الصورة في نهاية الأمر؟ ألا تدعون الصورة إلى إثارة رغبة في استهلاك شيء ما أو إلى الاقتناع بشيء ما؟ وهذا الدفع المباشر إلى أن نتذكر شيئا بعينه، إلى أن نقتنع بشيء بعينه، إلى أن نرغب في استهلاك منتوج بعينه، ألا يعني أنه أحال تلك المسافة الضرورية للتمثل أحالها إلى غياب؟ وهذا الغياب للمسافة الضرورية لنفي الواقع و تمثله على نحو رمزي، ألا يسمح لنا بالقول إذن إن الرمز اليوم إنما يشهد أزمة؟ وهذه الأزمة التي يشهدها الرمز اليوم هي ما تفتح مقاربتنا لمسألة التواصل والوساطة، تفتحها على بعد إيتيقي تدعونا إلى مراجعة التوظيفات اللامشروعة للرمز. وعلى هذا النحو يكون درسنا الفلسفي لحصة اليوم قد مر بالتمفصلات الكبرى التالية. في لحظة أولى تعرضنا إلى حاجة التواصل الإنساني للوساطة، وقد فصلنا هذه اللحظة إلى لحظتين. أولا نظرنا في التواصل من جهة مدلوله ودواعيه، وفي لحظة ثانية نظرنا في الوساطة من جهة مدلولها ومستوياتها. ومستوياتها فصلناها كذلك إلى صنفين، أولا الوساطة المادية التقنية، وثانيا الوساطة الرمزية، وقد نظرنا فيها من جهة أشكالها ومن جهة أشكالها وتجلياتها ومن جهة وظيفتها وقيمتها، لنخلص في لحظة فرعية ثالثة إلى التعرف على المقصود بالتواصل التوسيطي أو ما أسميناه بالأساس السيميولوجي للتواصل. وقد نظرنا فيه على ثلاثة مراحل، أولا نظرنا في التواصل التوسيطي من جهة علاقة الإنسان بذاته، ثم نظرنا في هذا التواصل التوسيطي من جهة علاقة الإنسان بالإنسان، لكي نخلص في لحظة ثالثة إلى التعرف على هذا التواصل التوسيطي في تأمين علاقة الإنسان بالعالم. ومررنا بعد ذلك إلى لحظة ثانية كبرى تعلقت بالنظر في حدود الأنظمة الرمزية وقدرتها على تأمين التواصل، وهذه الحدود تبيناها على مستويين، حدود بنيوية في مستوى أول وحدود إيديولوجية في مستوى ثاني. وهكذا انتهينا إلى لحظة كبرى ثالثة تعلق النظر فيها بأزمة الرمز اليوم أو ما أسميناه بالأفق الإيتيقي لكل تأمل في الرمز. وعلى هذا الأساس نستطيع حوصلة إذا نتائج هذا العملية على النحو التالي: أزمة التواصل اليوم تدعونا إلى التفكير في الوساطات الضامنة للتواصل. والمقصود بأزمة التواصل هذه المفارقة التي نعيشها اليوم بين تنامي أدوات الاتصال من ناحية وبين تراجع القدرة على التواصل من ناحية ثانية. وهذه المفارقة هي التي حملتنا على أن نستأنف النظر في التواصل من جهة الدور الذي يمكن أن تؤديه الوساطة. هل الوساطة هي ما يؤمن التواصل فعلا أم الوساطة هي على عكس ذلك ما يعيق التواصل؟ التواصل الإنساني هو على خلاف التواصل الإنساني، على خلاف التواصل الحيواني عفوا، هو توسيطي اصطناعي. إذا كان التواصل الحيواني تواصلا مباشرا، تواصلا آليا، تواصلا طبيعيا من جهة دوافعه ومن جهة محتوياته ومن جهة نتائجه، فإن التواصل الإنساني من ضمن ما يتميز به عن التواصل الحيواني أنه تواصل اصطناعي، أي أن الإنسان هو الذي يصنع أدواته، يصنع وسائطه، ويصنع محتوياته ومجالاته. وبهذا المعنى هو تواصل توسيطي رمزي.
التواصل الإنساني إذن هنا الخلاصة الثالثة ليس حدث تبادل فقط كما يذهب إلى الظن أحيانا بأن التواصل الإنساني إنما يقتصر على تبادل مجموعة من الأدوات أو السلع أو البضائع، وإنما من معاني إنسانية الإنسان في حدث التواصل أن يكون تواصلا رمزيا، أي تواصلا على أساس الأفكار، على أساس المعاني، على أساس الدلالات، على أساس بعد التمثل، وهذا ما لا يتوفر في التواصل الحيواني. إذن يتأكد لنا من خلال هذا معنى القول بأن تواصل الإنسان إنما هو تواصل من طبيعة رمزية. وما يجعل التواصل الإنساني على خلاف أنماط التواصل الحيواني ما يجعله رمزيا إنما هو تلك القدرة الرمزية التي تميز الإنسان، ومفهوم القدرة الرمزية هنا إنما يحيل إلى مفهوم مركزي هو مفهوم الجهاز المركزي، وهو الجهاز الذي يؤمن للإنسان تحويل الإشارات والعلامات والأحداث والوقائع التي يعيشها أو التي يمر بها، قدرته على أن يحولها إلى مجموعة معان ومجموعة دلالات ومجموعة أفكار نختصرها في عبارة واحدة هي عبارة الرمزي. بهذا المعنى إذن قلنا إن القدرة الرمزية واحدة من جهة الوظيفة، وإلا أنها متعددة من جهة الأشكال. ليس هناك من تعارض بين تعريف الإنسان بكونه حيوان رامز وبين القول إن الإنسان أوجد كثيرا من الأنظمة الرمزية، ونعني بذلك اللغة من جهة ما هي نظام الرمزي، ونعني بذلك المقدس، المقدس الديني أو المقدس الأسطوري، نعني بذلك إذن العلم، الفن، إذن كل هذه الأنظمة إنما هي أنظمة رمزية، وهي من ضمن تجليات هذه القدرة الرمزية المائزة للإنسان عن الحيوان. إذن تعدد الأشكال الرمزية ينتج تعددا في وسائط التواصل الرمزي. فمن ضمن معاني القول بأن التواصل الإنساني هو تواصل رمزي أنه لا ينتظم على جهة واحدة، على خلاف التواصل الحيواني الذي لا تنتظمه إلا القوانين الحتمية للطبيعة، في حين أن التواصل الإنساني هو تواصل متعدد الوسائط، فعبر اللغة نتواصل، وعبر الشعور نتواصل، وعبر الخيال نتواصل، وعبر الصورة نتواصل، وعبر العلم كذلك نتواصل، وهو معنى القول بأن التواصل الإنساني متعدد. وسائط الوساطة الرمزية تكفل إمكان التواصل مع الذات ومع الآخر ومع العالم، وفي غياب هذه القدرة الرمزية تصبح الذات في وضعية الغياب عن نفسها وفي وضعية الغياب عن العالم. الوساطة الرمزية بهذا المعنى لها وظائف متعددة، لها وظيفة معرفية تتمثل في بناء عالم الموضوعات، لها وظيفة دلالية تتمثل في بناء عالم الدلالة الواحد، لها وظيفة أنتروبولوجية تتمثل في تكوين الهوية بالمعنيين الشخصي والثقافي. الطابع إلا أن الطابع البنيوي لمنظومات التواصل الرمزية قد يحد في بعض الوضعيات من إمكانية التواصل، إما بالانتباه إلى ما لأنظمة التواصل من خاصية بنيوية تجعلها سلطة قد تحد من إمكانات إنتاج المعنى، وعلى جهة أخرى إن التوظيفات الإيديولوجية الممكنة للأنظمة الرمزية قد تصبح مجالات اغتراب تنعدم فيها وإن نسبيا قدرة الإنسان على إنتاج المعنى. إذن تشهد القدرة الرمزية اليوم، هذا ضمن مقاربة راهنية للمسألة، تشهد القدرة الرمزية أزمة مردها هيمنة الإشارة، هذا المجتمع الاستهلاكي وهذه الحضارة التقنية، عندما أصبحت تنتج يوميا إشارات تدعونا إلى استجابات عفوية تلقائية مباشرة قد نرى فيها حدا من مجالات الرمزي. وهذه الأزمة التي يعيشها الرمزي اليوم وهذا الطغيان للإشارة والصورة إنما يدعونا إلى مقاربة إيتيقية تفتح على مسألة الكون. هذه هي النقاط الهامة التي خلصنا إليها انطلاقا من درسنا هذا، وعلى أمل اللقاء بكم في درس قادم، نتمنى لكم التوفيق وشكراً.